تيزرية وسكاس فنوزنو غرسادة فنبيت في النتائج الزوارنين ننفيع تنتصي مادم قرن في مصداغ دفوي اللي استخدمنا غرساد ننفيع تنس في الاقتصاد نتسقع دف كل تمازيرت غميدادة الربيع تنور حال فتبيد فلاريا ميدن تسقصى امزداغ ني العدد ني دوران ينازني يوغا رساد سولا نتاك ومسن امسكرود قبل ما تبدا قبل ما تبدو لو تروت كاتي ناسيونال ترقى رئيسي هذا الرقم 8 تخدم من بعد كات الطريق السيار نقصوا غرس فدلو نقصة في موتك بالضبط من بعد اللي غجر من التروت واللي مير نغيد واللي اللي مير اللي دات لها الطبيعه نغيد وريد الدغسيد بالنسبه للكاميرات الشحن الثقيله واللي دار الكاميرات المقور بالنسبه للطوموبيلات لا كاس بعد اللي دغيد تفضل نغيد فوق في التروت اشكو بنغ التروت غنغ تعاد ولقيتي لما غير في بلادي غير مبرمبر ولا كل حاجه ولا كنسكلو ولا كانت علينا راحه باحت الاستراحه اللي ضغينا ولقيتي لي والو ناك الوقت اللي الحرير زمل ثرت اكو ثاني بو رسول اللي اكو ثاني جا فابور غينا ولكن ني مكسيميك غير دار دابا تسلك القضيه اشكون يدنا مع نقرب البي اش في انا غير فاربي غير اردك شمي يدنا غير دايت الدار بدار وتولي سفنا اردك شمن غير دات الشيء غير يقضوا تي في يقضوا المسائل هذني زو دار كان غينا ورين دا غير ما يزرينا رجانا الا ما تورينا دخلي عندنا الوقت نقصوا ولكن ماشي بزاف مثلا ورتكاغي كلا دلي ولا اني ورتهرش الوقت الوقت نكاتين نكسو دغا كودنا واني غير ورتو حساس بدور تكون ميار دغا سيستيما غير اللي داوالين ميار المهم تفولكي الوقت ماشي وكلو وكلو تنقص راه الفا غلو اللي بحرات بدا لو تهرت فعلا تنقص الحركه سيميك ولكن من بعد اللي خت كميد نزربنت افندا غرسادي فاس مغوان غير الحركه نكوني البيع يشرى دار كيف كيف ورينو نقص والو اي كل اللي قال لي اختي قبل لو تريت ادا يوري يقات غير ادا مدن ارت نسق سالا سنتين بعدا علاش اللي غورت كما لو تريت راك تينا انا وديت طلعو مسخول تقى شويه دا راك تينا على حسب غرس الا ما تستان الا ما غاتشنفون الا بلان باني غاسني وقعه بزاف غنميد نفادي تكان غرس نومسكرود ارتي كان غير هذا شكون وفان بزاف التسهيلات كيس دغي دار كيشتان ارس كان الطاجين ارس كان الشوايا ارس كان الفطور املو ارس كان ارقان غانتني بزاف في التونس وغرس ارتي كان تطلع انا اللي تنحبس يواليون نميت ناد السكان ناس هو ماسن امس كرود دلي زريغ تزون تنسى غرس الرقم التام دلي غياد اللي تبدن ان مدة فهاد السنفون شينتي لم تنسن صغين اي اللي احتاج مغسليات يمزدغ أمس كرود نان في استدران سكرا من اللي نوزن يغاس الأطروت دغون شكادي طبيعي سيقل لي وفان واللي استخدمنا غراسة سوانا ندك طموبيلات وفان غو غراسات والسنفونسن ديكري القدرواتيق دي تيزي نمو دونسن غمون إدباب الكاميونات نان ما سوستخدم الأطروت تزيد التكاليف نغارس نسن انسفلد الشفور الكاميونات كندوز مع الطريقه سيدي على حساب اول حاجه على حساب الصرف وثاني حاجه على حساب الاوبان وثالث حاجه على حساب بنادم راه مولفها كيفاش الاوبان الاوبان زعما تينا الاخوات ديك شي دوري ديال الماء خوات ديك بي اس ما كاينش في تصاوب بي اس ما كاينش في تصاوب لوبان كاينه تما كاينه الطلعه مزيان واعره شويه نيا كاين بنادم ديسان ما كيقدرش يهود فيها بزاف كاين شلا كاين ظروف بزاف كتلقاهم تما في لوطوروت ومن ناحية تاني الصرف تاني واحد شويه نيا كتكون ناقص واحد شويه ديال الصرف تقريبا داك الشيء اللي كتمشي وتجيبي يلاه كتصرفوا فالواجب في الإمارات دفن سني سيسفيون من شركة تنموت الأطروت نمي الكامد السيد عبد السلام الدباغ أنا مور ومس نص غلو يغرس الأطروت غوغادير
بالنسبه للطريق السيار مراكش اكادير كانت عندها عده منافع على منطقه سوس والمناطق المجاوره، حيث انه مكنات اولا من تقليص مده السفر، حيث انه اصبح ممكن الانسان يجي يقضي نهايه الاسبوع في اكادير ويرجع بحاله للرباط ولا للدار البيضاء. ثانيا هناك تقليص من كلفه استعمال السيارات، حيث انه السيارات اللي كتمشي في طرق السيار بواحد السرعه اللي هي كونستانت كتكون عندها كلفه الاستعمال اقل. وثالثا هناك واحد العامل ديال تقليص نسبه حوادث السير، كما كيعرف الجميع ان هذا المقطع ما بين مراكش واكادير كان عنده واحد النسب مرتفعه ديال الحوادث. وهناك تاثيرات على المدى البعيد خصوصا منها الاقتصاديه، بحيث انه يتم نقل البضائع بطريقه امنه وسهله، ويعني هناك تاثيرات على المدى البعيد يعني تتمحور حول التطورات الاقتصاديه ديال منطقه سوس والمناطق المجاوره بشكل عام. أغرس الاطروس الدرن فيات في تمازيرت السلكم ايزوند سيفوس السسعة اساس نصروج غيفوس السين في تموكريس نغرس لين يجوغن في مصدغ نفوس ديزوند. أغرس لطروت إيجا سيخفن سسروج إسبورش تنفليت أغتس قايد النورز مسيس الخدمت إسفركي تصوير عن تمازير تنغبر إيجو ما غيد نبدل ما سخبو نغرس لطروت أدى تغزين ستلكم سمو سيدانيات كذا شي المتر فنسن في سنصدار النبنو إغرس نشقانين ضغط طبيعة يوعن انفاتو قاي يوم دال مس المغاربة صدارنا تسكن ما كلورين أرزين أنو يتنين مس الاستعمار كل يسكن لمرات دران ننجح غسكن تصل المشينا لبهري الزيجيزن.